السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم. الفيديو ده خاص بالشركة السعودية للخدمات الأمنية سيركو، بتعلن عن فتح باب التوظيف للوظائف الأمنية لحملة الثانوية فأعلى. أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأمنية سيركو عبر حساباتها الرسمية عن توفر وظائف أمنية لحملة الثانوية فأعلى للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، المسمى الوظيفي حراس أمن. الشروط المطلوبة حسن المظهر والقيافة، السن من 21 إلى 40 سنة، تناسق الطول والوزن، خلو صحيفة الحالة الجنائية، اجتياز اختبار الفحص الطبي، مؤهل ثانوي أو أعلى. المزايا: رواتب تبدأ من 4000 ريال، راحة أسبوعية، تأمينات اجتماعية، أجازات سنوية، حوافز للمتقدمين. التقديم متاح من يوم الخميس بتاريخ 5/2/1444 الموافق بالميلادي 1/9/2022، واستمر التقديم على الوظائف حتى يوم الاكتفاء بالأعداد المطلوبة. تقوم بالدخول إلى الصفحة الخاصة بموقع الشركة وتقوم بتعبئة نموذج الاستبيان والابليكيشن، عنوان البريد الإلكتروني، الاسم، رقم الجوال والجنس وعدد أفراد المعالين بما فيهم الزوجة، الوظيفة المطلوبة حارس أمن ولا مشرف أمن. حارس بدون خبرة، مشرف يجب وجود خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمشرف أمن. تاريخ الميلاد، يوم شهر سنة، المؤهل، اللغة الإنجليزية، مدينة السكن الحالي، اسم الحي، سنوات الخبرة. ثم تقوم بالضغط هنا لتحميل السيرة الذاتية الخاصة بك، بعد ذلك تقوم بإرسال هذه الصفحة، وبذلك تكون قدمت في هذه الوظائف الخاصة بشركة السعودية للخدمات الأمنية سيركو التي تتميز بالعديد من المميزات. رواتب تبدأ من 4000 ريال، راحة أسبوعية، تأمينات اجتماعية، إجازات صيفية، حوافز للمتميزين. هذه أرقام التلفونات إذا أردت التواصل معهم، يكون التواصل من الساعة 9 صباحا إلى 4 عصرا. موقع العمل سوف يكون إن شاء الله في مدينة الرياض. أتمنى طبعا للجميع التوفيق. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.